أكثر من 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، 17 منهم شمالي القطاع. قادة دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في قمة بودابست تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية. والكريملين يؤكد استعداد بوتين لمناقشة ملف أوكرانيا مع ترامب دون تغيير أهداف موسكو في كييف. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بدايتها مع هشام عبد التواب. أهلا بك هشام. أهلا بك ندى. أهلا بكم، بدايتنا مع تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. استشهد نحو 23 في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم شمالي القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد وإصابة 4 فلسطينيين جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية. وفي خان يونس جنوب القطاع استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة لنازحين في منطقة التحلية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 4 وإصابة آخرين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا شمال غرب مدينة غزة، فيما استشهد آخران غرب مخيم النصيرات. وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء قصف الاحتلال لمدرسة في جباليا شمال القطاع. هذا وصعدت قوات الاحتلال من قصفها على قطاع غزة خلال الساعات الماضية وأمرت بمزيد من عمليات الإجلاء، ما أدى إلى موجة جديدة من النزوح من شمال غزة. أثر بعد عين، هكذا تحولت إحدى المدارس التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي. نخبز والله على الصهش، كل كناين حولنا حولنا، احنا تحسقين ما شفنا يا خالتي، تهزت الارض تهزت، انضرب الصاروخ، انضرب الصواريخ، كل المدرسه تفقشت، اللي هج هج، كل استشهد ارتمى على الارض، والجثث اجت واللي وقع علينا، وتقطعوا الناس، وين الانسانيه؟ وين العالم؟ وين الرحمه؟ وين عمرنا ما شفنا دول بتحارب في الصغار؟ عمرنا ما شفنا دول، هذول قديش عمري؟ 75 سنه، 65 سنه، ما عمرنا شفنا دول بتحارب في الصغار. فوسط الركام تجمع هؤلاء الفلسطينيون للبحث عن أحياء وسط الأنقاض، وكلهم أمل في العثور على أي ناجين. هججونا من جباليا وجينا على غناء الشاطئ، هج هج ونروح، الشمال منكوب، الجنوب فيش أكل، والله قالوا لي لا في طحين ولا في أكل عند الجنوب، أنا قالوا لي القرايب غادي خوتي، قال لي أختي ما في طحين ولا في أكل بالجنوب، ونروح. وصعدت قوات الاحتلال من قصفها على قطاع غزة الساعات الماضية وأمرت بمزيد من عمليات الإجلاء، مما أدى إلى موجة جديدة من النزوح من شمال غزة. فجأة سمعنا صوت انفجار، لقينا البني آدمين بالطائرة هانا والطائرة ورا، الناس مقطعة تحت مقطعين هانا محروقين، عارف يعني، بقول لك أمان وأمان فيش أمان، من وين من وين من وين؟ ناس مدنيين هانا كلها هي منطلة من معسكر جبالي واجه فرض. مجزرة جديدة تضاف إلى سجل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وسط صمت دولي مطبق. كشف تقرير للأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024، بناء على تحليل تفصيلي
لا عينة ممثلة للضحايا. وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن قرابة 70% سجل استشهادهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب الإسرائيلية وهم من الأطفال والنساء. يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة منذ أن اتخذ الاحتلال قراراً بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي المحتلة بهدف الضغط على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم. المزيد في هذا التقرير. يتابع العالم الصامت بألم تداعي قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي المحتلة بعد أن بات قرار يحمل في طياته الكثير من التحديات، ليس فقط على صعيد الدعم الإنساني بل أيضا على صعيد الأمان والحياة اليومية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ولم تكن الأونروا مجرد وكالة بالنسبة للفلسطينيين، بل إنها طوق نجاة، فإنها تمثل لهم التعليم، الصحة والمأوى وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وفي المخيمات. لكن الآن ومع القرار الجديد يبدو أن هذه الخدمات باتت مهددة، ليصبح مصير آلاف الأطفال في المدارس والمراكز الصحية مجهولاً. طبعا هذا الموضوع يعني بيأثر كثير، يعني إغلاق أي جمعية أو أي وكالة مساعدات عن غزة حاليا بتأثر كثير، ما بالك في الوكالة، وكالة الغوث اللي أكثر من 70% من أهل غزة بيستفيدوا منها قبل الحرب، في الحرب صار بنسبة 100% إحنا نستفيد منها، إذا أغلقتها يعني أنت بدك تدمر هذا الشعب، أنت بتقضي عليه. قرار الاحتلال الإسرائيلي جاء كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للضغط على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم. فالأونروا ليست مجرد منظمة بل جزء من أطراف العالم بمسؤولية تجاه معاناة اللاجئين، وإنهاء الأونروا قد يعني تخلي العالم عن هذه المسؤولية. معظم تقريبا 80% من المساعدات اللي بتخش عن طريق وكالة الغوث، انت لما بتوقف وكالة الغوث يعني انت بتقول للشعب موت جوع، يعني انت بتحكي للناس موتوا من الجوع، اللي ضايل شريان الحياة اللي ضايل بعد على غزة هو عن طريق وكالة الغوث، انت لما بتوقفها انت يعني وقفت شريان الحياة عن الشعب الفلسطيني المحاصر وعن شمال غزة. ليس فقط الأطفال هم المتضررون، فالعائلات وكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة يعتمدون أيضا على المساعدات الصحية والغذائية المقدمة من الأونروا، ما يعني إيقاف هذه الخدمات بالنسبة للبعض نهاية حياتهم وتركهم فريسة للفقر والمعاناة. وقد لا تكون الأونروا الحل الكامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لكنها كانت تقدم بصيصا من الأمل لهؤلاء، الأمل في أن العالم ما زال يتذكرهم وأنهم ليسوا وحدهم. ومع استمرار هذا القرار يبدو وكأن العالم ينسحب تاركا الشعب الفلسطيني لمواجهة مصيره وحده. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمات في محافظة نابلس، وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة وشرعت في أعمال تخريب وتجريف للبنية التحتية وسط إطلاق للرصاص الحي دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة كفر تبنيت بجنوب لبنان أدى إلى سقوط شهيدين بعدما استهدفهما طيران الاحتلال بغارة على مبنى على الطريق العام للبلدة والذي دمر بالكامل أيضا، كما سقط 3 شهداء لبنانيون آخرون في بلدة زبدين، وذلك عندما استهدف طيران الاحتلال بغارة جوية مسكنهم. وفي مرج عيون بدأت البعثة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل وجرافات محلية استكمال انتشال جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الخيام. أعلن حزب الله أنه نفذ 21 عملية شملت قصف مستوطنات وقاعدتين عسكريتين وتجمعات للجيش الإسرائيلي. أورد الحزب في بيان له أنه قصف بالصواريخ قاعدتين عسكريتين في حيفا، كما استهدف بضربات صاروخية 4 مستوطنات وتجمعات وتحركات لجنود في شمال إسرائيل. هذا ويعاني اللبنانيون ضغوطا كبيرة نتيجة العبء المالي الذي يثقل كاهلهم، ويؤكد اللبنانيون أن البلاد تتحمل التكاليف الباهظة للعدوان الإسرائيلي. واقع مرير يعيشه اللبنانيون في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي ضعف من معاناتهم الاقتصادية، وفي ظل ارتفاع نفقات المعيشة يعاني اللبنانيون ضغوطا نفسية هائلة نتيجة العبء المالي الذي يثقل كاهلهم، حيث يشعرون بالعجز عن تلبية أغراضهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لأبنائهم. ويؤكد لبنانيون أن البلاد تتحمل التكاليف الباهظة للغاية لهذه الحرب، فيما شكك آخرون في جدوى فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على المنطقة. أولا نحن مش مراهنين لا على ترامب ولا على غيره، نحن منراهن على شبابنا ومنراهن على إيماننا، هي شغلة. الشغلة الثانية، هذا العدو معود دائما على الإجرام هلأ وقبل هلأ وبعد هلأ، فهذا العدو نحن مش مراهنين عليه، مراهنين على شبابنا. الضغوط الاقتصادية لم تقتصر على النازحين اللبنانيين فقط، بل شملت أيضا المواطنين في المناطق الأخرى غير المتأثرة مباشرة بالاشتباكات المسلحة، وأثقل ارتفاع أسعار الإيجارات والغلاء المعيشي كاهل الأسر، مما أدى إلى ضغوط نفسية كبيرة. وتنعكس هذه الأزمات الاقتصادية على الجميع، ما يفاقم من مشاعر القلق والخوف من المستقبل. وتقول السلطات اللبنانية إن كل قطاعات الاقتصاد تم تدميرها بالكامل، وإن تكلفة إعادة الأعمار إذا توقفت الحرب ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار. ويقول لبنان إنه يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من الجنوب. التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا والوفد المرافق له خلال زيارته العاصمة الصربية بلغراد، وأشاد الرئيس الصربي بما تشهده مصر من إنجازات في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في بلاده خاصة في المجالات الواعدة بها كالطاقة والعقارات. من جانبه ثمن المستشار عبد الرازق الموقف الصربي تجاه غزة مؤكدا أنه موقف مشرف، كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين مصر وصربيا، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين عبر خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبلغراد، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حركة السياحة وزيادة الاستثمار. هذا وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تعازيه والوفد المرافق للدولة الصربية حكومة وشعبا في ضحايا انهيار إحدى محطات القطارات بها. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش، وأكد رئيس مجلس الشيوخ تقدير المجلس وأعضائه لمواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، لافتا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا. من جانبه أكد وزير الخارجية الصربي حرص الوزارة على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين.
شاهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية جيبوتي. وفي كلمته خلال فعالية التوقيع أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات، مؤكدا استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في الدول العربية والإفريقية، مستعدة لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارتي الصناعة والنقل، ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية. عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري. وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لإقامة مصنع على مساحة تتراوح بين 300 و 400 ألف متر مربع لتصنيع مادة SPC المستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد لإقامة مشروع بمصنعها القائم على مساحة 150 ألف متر مربع لتصنيع أخشاب MDF والاستخدامها في صناعة الأثاث مع صيانة المعدات الحالية للمصنع وإنشاء خط إنتاج جديد وتشغيل العمالة الموجودة بالمصنع الحالي. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتعزيز الاستثمارات في السوق المصري وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها. ناشدت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة المرفق المملوك للشعب والذي يخدم الملايين من الركاب بشكل يومي، وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم من حملات التوعية المستمرة. وأكدت الوزارة ضرورة المشاركة الفعالة من كل طوائف المجتمع في هذا التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التي تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر وتعطيل سير القطارات وإلحاق أضرار بها والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية مما يشكل عبئا على تلك الميزانية. تختتم اليوم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 بمركز مصر للمعارض الدولية. وناقش المنتدى الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مدى 5 أيام الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، إلى جانب القدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، وذلك بحلول 2030 وهو ما نص عليه الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030. قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن نسبة الحضور والمشاركة في المنتدى الحضري العالمي غير مسبوقة مقارنة بالنسخ السابقة،
وفي ختام المنتدى الحضري العالمي أوضح الشربيني أن مصر مستعدة لتكريس كل جهودها من أجل تحقيق التنمية في الدول الإفريقية وعلى وجه الخصوص مجالات الإسكان والتنمية العمرانية. ولقد ساعدنا بعودة المنتدى الحضري العالمي لأفريقيا بعد 22 عاما، كما سعدت بإتمام العديد من اللقاءات الثنائية مع زملائي معالي وزراء الإسكان من مختلف دول العالم، كما سعدت بلقاء الإخوة والأخوات الوزراء من قارة أفريقيا، حيث تقدم مصر كل رصدها من تجاربها المختلفة لخدمة التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا. كما سعدنا بالترحيب بضيوفنا الكرام في لقائنا في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استطاعت أن تظهر هذا الوجه الجميل للجمهورية الجديدة وتبهر الحضور بلمستها المستمدة من عبق التاريخ المصري القديم إلى الأفاق الحديثة. وطبعا لا يفوتني أن أشكر شركاء النجاح في هذا الحدث الضخم، والذي شرف بأن يفتتحه ويرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعربت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة الفعالة لجميع الدول والمؤسسات المشاركة بالمنتدى الحضري العالمي خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيرة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى إلى أن استضافة مصر للمنتدى أثبتت إيمانها العميق بدورها في تعزيز مفهوم التنمية الحضرية المستدامة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، واضحة أن هذه الدورة كانت فرصة مثالية لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة في جميع المجالات. أثبتت استضافة مصر للمنتدى إيمانها العميق بدورها في تعزيز مفهوم التنمية الحضرية المستدامة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. كانت هذه الدورة فرصة مثالية لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، وإبراز التحديات التي تواجه مدن العالم والحلول المبتكرة التي يمكن أن نعمل على تنفيذها. إننا نختتم اليوم الدورة الحالية من المنتدى والتي استضافتها القاهرة وما نتج عنها من تبادل الرؤى والخبرات في قضايا عدة تواجه مدن العالم أجمع، ونأمل أن يكون إعلان القاهرة بوصلة للتنمية المدن والمجتمعات المحلية خلال الفترة المقبلة وحتى الدورة الثالثة عشر المزمع عقدها في أذربيجان. أشاد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بالجهود المبذولة في تنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، مشيرا إلى الاستعدادات الكبيرة التي بذلتها المحافظة قبل البدء في فعاليات المنتدى. وقال محافظ القاهرة إن المنتدى شهد العديد من المناقشات خلال الجلسات المختلفة، وأن مصر عرضت تجربتها في تطوير العشوائيات خلال اللقاءات الثنائية وفعاليات المنتدى. الحقيقة كان في مجهود بذل وتنسيق وبرعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشريف سيادته لهذا المنتدى وبدعم من دولة رئيس الوزراء، كان في تنسيق تام مع كل الوزارات طبعا برعاية معالي وزيرة التنمية المحلية ومعالي وزير الإسكان، وحصل اجتماعات كثيرة جدا واستعدادات ضخمة جدا قبل هذا المنتدى. لكن طبعا التطور الحضري اللي حصل في مدينة القاهرة خلال الفترة الماضية، التطور اللي حصل في البنية التحتية والمرافق، التطور اللي حصل في كل مناحي الحياة، هو ده اللي خلانا نستعد لاستقبال هذا المنتدى. هذا وأعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات أنا كلوديا روسباخ عن عظيم امتنانها لمصر على استضافتها الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي. وخلال المؤتمر الصحفي في ختام المنتدى نوهت روسباخ بأنه تم إطلاق إعلان القاهرة لكل أصحاب المصلحة للعمل مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها لتنمية المدن والمجتمعات المحلية. سأبدأ بالإعراب عن عظيم امتناني للبلد المضيف لجمهورية مصر العربية على استضافتها للدورة الثانية عشر لهذا المنتدى في القاهرة. لقد كانت مجهوداتكم دليلا كبيرا على هذا المجهود الجبار حتى يصبح هذا المنتدى يخرج في أحسن الصورة، وأنا ممتنة للغاية وشكرا جزيلا على كل ما شاركتموه معنا وعلى كل الحاضرين والمشاركين في هذا المنتدى. هذه الجلسة كانت نقطة تحول في رحلة المنتدى الحضري العالمي. لقد حطمنا أرقاما قياسية ووصلنا إلى
أبعد مدى. في هذا المنتدى لدينا حضور تعدى كل المقاييس، ولدينا أكثر من 24 ألف مشارك من مختلف دول العالم سجلوا في هذا المنتدى 12. شاركت دكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية خلال فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي. وأكدت المشاط أن قضية التمويل تمثل التزاما بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، لافتة إلى أن الدول الناشئة تحتاج المزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات. وشددت على ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي. كما أكدت المشاط أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وأن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة إلى الاستعدادات للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا، وتطلع في أن يثمر عن نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي. فازت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بأربع جوائز عالمية على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي من مؤسسة ليفكوم أوردز للمجتمعات الذكية والمستدامة القابلة للمعيشة لعام 2024، وذلك من بين مجموعة منتقاة من كبرى شركات التطوير العقاري على مستوى العالم، حيث تنافست نحو 33 مدينة حول العالم تقدموا ب 169 مشروعا مختلفا للفوز بتلك الجوائز. وحصلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الجائزة الذهبية كأفضل مدينة متكاملة من خلال المشاركة بمشروع بعنوان العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية خضراء مستدامة، والجائزة الذهبية عن التميز في تصنيف أفضل تخطيط مستدام وأساليب الإدارة، والجائزة الفضية عن أفضل مشروع بمشاركة مشروع بعنوان الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع ذكي أخضر مستدام، والجائزة الفضية عن أفضل مشروع يطبق الحلول التكنولوجية الحديثة. وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن سعادته بفوز الشركة بهذه الجوائز، قائلا إن فوز العاصمة الإدارية الجديدة جاء نتيجة لدعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خضراء مستدامة وذكية. تفقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان مشروعات الصرف الصحي بمركز الطود في محافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بحضور بعثة بنك التنمية الإفريقي. كما تفقد نائب وزير الإسكان محطة الرفع الرئيسية بقرية الشغب بمركز إسنا، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال فيها أو المدنية بها إلى 54%. أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية التوطين الصناعي لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المختلفة. بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات التعاون المشترك. وأكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات. وأشار الوزير إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى تجربة بنك المعرفة المصري التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية. وصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن،
حيث التقى برؤساء ومسؤولي عدد من كبار منظمي الرحلات من الأسواق المستهدفة، من بينهم مجموعة ألبيتور وورلد الإيطالية، إحدى أهم المجموعات الأوروبية العاملة في صناعة السياحة، ومجموعة تي يو آي العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ومنظم الرحلات أودن تورز والوفد المرافق لهم. أكد وزير السياحة والآثار أهمية العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق التقليدية وكذلك الجديدة والواعدة، لافتا إلى أن سياسة الوزارة الترويجية خلال الفترة القادمة تعتمد بصورة أكثر على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يسهم في استهداف شرائح أكثر ومختلفة من الدول المستهدفة. التقى وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بأعضاء جمعية وفرقة قصار القامة لبحث سبل دعمهم ودمج فرقتهم للفنون الشعبية في أنشطة الوزارة. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة ستظل داعمة لجميع المواهب في المجتمع، وهو ما يمثل أحد أولويات القيادة السياسية. ووجه الوزير الهيئة العامة لقصور الثقافة بسرعة إزالة المعوقات التي تواجه الفرقة، بما في ذلك توفير مقر جديد ومناسب لتدريب الأعضاء. تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان مركز طب الأسرة شرق النيل التابع لإدارة بني سويف الصحية في إطار تكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمة الصحية ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ولاحظ نائب الوزير خلال الزيارة تزاحم الأمهات على لجنة فحص الألبان بسبب انعقاد اللجنة 3 أيام فقط أسبوعيا، حيث وجه بزيادة عدد أيام عمل اللجنة طوال أيام الأسبوع والإعلان عن ذلك لتجنب تزاحم المواطنين، وكذلك الالتزام بالتأكد من استحقاق الحالات للصرف ومناظرة المستندات الداعمة لقرار الصرف، كما وجه بسرعة توفير الكواشف المعملية اللازمة لتشغيل الأجهزة الموجودة بالمعمل. التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالمطران ديمتريوس ديميانيوس مطران دير سانت كاترين في مقر إقامته بأثينا، وذلك بحضور السفير المصري لدى أثينا عمر عامر. وأكد محافظ جنوب سيناء التعاون المستمر مع الدير، مشيرا إلى الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا هاما، ويأتي ذلك ضمن مساعي تطوير منطقة سانت كاترين بالكامل بهدف إبراز هذه البقعة المقدسة بأبهى صورها، تقديرا لقيمتها الروحية كأرض التجلي الأعظم وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يعكس تفردها. من جانبه أعرب المطران عن شكره للمحافظ على جهود الدولة في تطوير مدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي كل عناصره من السفر إلى هولندا غداة صدامات طالت مشجعي فريق إسرائيلي بعد مباراة لكرة القدم، وأعلن جيش الاحتلال سريان هذا القرار حتى إشعار آخر. من جانبها نوهت شرطة أمستردام بنقل 5 مصابين إلى المستشفى واعتقال عدد من الأشخاص، كما يتم التحقيق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب. أعلنت رئيسة بلدية أمستردام تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة بعد صدامات طالت مشجعين لفريق إسرائيلي على هامش مباراة لكرة القدم. وقالت المسؤولة الهولندية إن الصدامات لاقت تنديدات واسعة من مسؤولين إسرائيليين ودوليين، مشيرة إلى فرض حظر مؤقت على الاحتجاجات. قال رئيس المجلس الأوروبي المنتهي ولايات شارل ميشيل إن الزعماء الأوروبيين يريدون تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والتعاون
لدعم أوكرانيا في أعقاب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الهولندي أن القمة الأوروبية ستبحث تأثير الأوضاع بالشرق الأوسط على أماكن أخرى بالعالم، ومن المقرر أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بودابست العديد من الموضوعات الهامة بالنسبة للتكتل، أبرزها الأزمة في الشرق الأوسط وتراجع اقتصاد الكتلة الأوروبية. ألقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بظلالها على قمة المجموعة السياسية الأوروبية، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين بعدم تفويض أمنهم للأمريكيين، مشددا على أن الأوروبيين عليهم الدفاع على نطاق أوسع عن مصالحهم في مواجهة الولايات المتحدة والصين. الفوز الكبير الذي حققه دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية فرض نفسه على اجتماعات الزعماء الأوروبيين في المجر، وخلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين بعدم تفويض أمنهم للأمريكيين، مشددا على أن الأوروبيين عليهم الدفاع على نطاق أوسع عن مصالحهم في مواجهة الولايات المتحدة والصين. لقد شهدنا نحن الأوروبيين صحوة استراتيجية ولا بد وأن نحتضنها، فلا يجوز لنا أن نفوض أمننا إلى الأمريكيين إلى الأبد. لذا سواء كنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي أم لا، فلا بد أن نعمل على تطوير وتعزيز التفضيل الأوروبي في إنتاجنا الصناعي، وهذا يعني اتخاذ الخيارات ودعم التوافق بين حلف شمال الأطلسي، ولكن أيضا الاعتراف بأن أجندتنا لن تتوافق دائما مع أجندات حلفائنا، وهذا لا يقوض تحالفاتنا بل يؤكد أننا أيضا لدينا حلول أمنية نستطيع أن نقدمها خاصة لجيراننا. إلى جانب بحث سبل مواجهة التحديات التي تفرضها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتضمن جدول أعمال القادة الأوروبيين بحث تحديات الأمن في أوروبا وأهمها الأزمة في أوكرانيا، فضلا عن التوترات في الشرق الأوسط والتجارة العالمية والأمن الاقتصادي. يضاف إلى تلك التحديات الخلافات مع بودابست التي تترأس الاتحاد الأوروبي، حيث يعد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقته القوية بروسيا بعد أزمة أوكرانيا إلى جانب علاقته الجيدة مع ترامب. ويتوقع أوربان الذي يعارض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أن تجلب عودة ترامب إلى الحكم السلام لأوكرانيا، آملاً أن يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه من الأزمة. ورغم الأجواء المشحونة بالتوتر، من المستبعد أن تتأثر الاجتماعات في بودابست بالمقاطعة غير الرسمية للرئاسة المجرية بعدما دأب عدة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى على عدم حضور الاجتماعات المنظمة في هذا السياق. قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لمناقشة أوكرانيا مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب. وأشار الكريملين في بيان أن استعداد بوتين لمناقشة ملف أوكرانيا مع ترامب لا يعني أنه مستعد لتغيير مطالبه، وأن أهداف روسيا في أوكرانيا تظل دون تغيير. وردا على سؤال حول مكالمة هاتفية محتملة بين ترامب وبوتين، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد شيء ملموس بشأنها حتى الآن، وقال إنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن أي تحسن في العلاقات الروسية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تقديم تنازلات لروسيا لوقف اجتياحها لأوكرانيا هو أمر غير مقبول بالنسبة إلى أوروبا، بعدما طالبت موسكو الغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب، وذلك عقب إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. سنتابع المزيد مشاهدينا الكرام في هذا التقرير. حالة من عدم اليقين بدأت تسيطر على أوكرانيا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو من قال إنه سينهي هذا النزاع فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل. واستباقا لما هو قادم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقديم تنازلات لروسيا لوقف اجتياحها أوكرانيا هو أمر غير مقبول بالنسبة إلى أوروبا، بعدما طلبت موسكو الغرب بالدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء
الحرب، فيما راح كييف تكثف الجهود لزيادة الضغوط على حلفائها للحصول على مزيد من الدعم في حربها مع روسيا. ووجه زيلينسكي خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست نقدا لاذعا لمن يضغطون عليه للإذعان لبعض شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي وصفها بالقاسية. وهاجم بعض القادة الأوروبيين الذين لم يسمهم لدفعهم أوكرانيا بالشدة إلى إجراء مساومات، واغتنم بوتين فرصة مشاركته في منتدى فالتي في مدينة سوتشي الجنوبية ليوجه عبر الإعلام التهنئة إلى ترامب بفوزه للمرة الثانية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا فيما أعرب ترامب عن اعتقاده أنه سيتحدث قريبا إلى سيد الكريملين. وفي مناسبات عدة تبح ترامب بقدرته على إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال ساعات، وانتقد دعم الأمريكي المقدم إلى كييف وهو الأمر الذي تخشاه أوكرانيا وغيرها من الدول الغربية في أن يؤدي هذا للوصول إلى تسوية تحقق لبوتين لا اعتراف بسياسة الأمر الواقع. وتشير بيانات إلى أن القوات الروسية تقدمت في سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ مارس 2022، حيث باتت تسيطر على نحو خمس الأراضي الأوكرانية. يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الإعلان اليوم عن ترشحه عن حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه من المقرر إجراء انتخابات لاختيار المرشح عن حزب الخضر في الانتخابات العامة خلال المؤتمر العام للحزب والذي يبدأ يوم الجمعة من الأسبوع المقبل في فيسبادن. ويعتزم هابك جعل ترشحه اليوم رسميا ويسعى للحصول على دعم المندوبين خلال المؤتمر العام. أطلقت كوريا الجنوبية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر في إطار مناورات عسكرية ردا على عمليتي إطلاق صواريخ لبيونغ يانغ، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. المزيد في هذا التقرير. في استعراض للقوة بعد سلسلة إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات جوية مشتركة. المناورات التي جرت بالذخيرة الحية في بلدة تايان الساحلية الغربية على بعد 108 كيلومترات جنوب غرب العاصمة سول تأتي بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات الأسبوع الماضي. وشهدت المناورات تصدي كوريا الجنوبية لسيناريو إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي، حيث أطلقت وحدة صواريخ كوريا الجنوبية صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز هيونمو 2 لضرب هدف بحري يحاكي مصدر إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وفقا لهيئة الأركان المشتركة. وفي السياق ذاته قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيواصل مراقبة الأنشطة العسكرية لبيونغ يانغ عن كثب مع واشنطن، مشيرا إلى أنه يحافظ على استعداده للرد بأقصى سرعة على أي استفزاز كوري شمالي. وأطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، ويشتبه في أن عمليات الإطلاق هذا الأسبوع شملت قاذفات الصواريخ المتعددة التي يبلغ قطرها 600 مليمتر في الشمال. وجاءت عمليات الإطلاق بعد أيام من قيامها بتجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات من طراز هو سونغ 19%، فيما وصفته بأنه النسخة النهائية من صواريخها بعيدة المدى. اقتصاديا، أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا. وقادت الزيوت النباتية الزيادة التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية. وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5% عن العام الماضي. أقرت الصين قانونا جديدا للطاقة لتعزيز الحياد الكربوني، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها بإزالة الكربون من اقتصادها بحلول 2060.
وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين دعما للاقتصاد. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع. ويتكيف القانون أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة. أعلن معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال بقطاع السيارات الألمانية تراجع في أكتوبر الماضي إلى سالب 27.7 نقطة. المزيد في هذا التقرير. عقب بصيص أمل قصير الأمد في سبتمبر الماضي، تدهور مناخ الأعمال في قطاع صناعة السيارات بألمانيا مرة أخرى. فقد أعلن معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال بالقطاع تراجع في أكتوبر الماضي إلى سالب 27.7 نقاط، وشكت أكثر من 44% من الشركات من نقص الطلبات، وهي نسبة غير مسبوقة منذ الصيف الأول لأزمة كورونا في يوليو من عام 2020، حسبما أعلن معهد إيفو الذي وفقا له قيمت الشركات وضعها الحالي بصورة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل 4 أسابيع، كما تدهورت توقعاتها بشأن الصادرات مجدداً. حتى لو كانت توقعات الأعمال للأشهر القادمة إجمالاً أقل تشاؤماً إلى حد ما مما كانت عليه في الشهر السابق، وبحسب خبراء في قطاع السيارات فإن صناعة السيارات الألمانية تشهد تأثراً بشكل متزايد بالمنافسة الشديدة خاصة من الدول غير الأوروبية. يأتي هذا رغم ما كشفت عنه بيانات التسجيل الصادرة عن هيئة النقل البري في ألمانيا، والتي كشفت عن احتلال كبرى شركات السيارات الألمانية المرتبة الأولى والثانية في مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الألمانية خلال عام 2024. ورياضيا، يلتقي الزمالك سموحة اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما يلعب بيراميدز مع إنبي على استاد بيتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. تستمر متعة الدوري المصري في الجولة الثانية من المسابقة بنظامها الجديد. يوم الجمعة يبدأ بمواجهة مثيرة، حيث يقابل الزمالك فريق سموحة، ويدخل الفريقان آملين بالفوز بالنقاط الثلاث لإسعاد الجماهير، متصلحين بمعنويات مرتفعة بعدما استطاع الزمالك تحقيق الفوز على البنك الأهلي ب3 أهداف لهدفين في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة. بينما على الجهة الأخرى استطاع فريق سموحة الفوز على حرس الحدود ب3 أهداف مقابل هدف. وضمن مباريات اليوم نفسه يواجه بيراميدز فريق إنبي، ويلعب بيراميدز من أجل تعويض التعادل أمام بتروجيت في الجولة الأولى بهدف لكل فريق. وفي آخر المواجهات يقابل فريق مودرن نظيره بتروجيت، حيث يتطلع كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاث. وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي بإقامة الدوري الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها، فيما سيجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها عقب انتهاء الدوري الأول لتصعد الفرق التسع الأولى للعب على اللقب، بينما تتواجه باقي الفرق لتحديد فريقين يهبطان لدور المحترفين. يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أستون فيلا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في 10 مساء الغد ضمن منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بقيادة الهولندي أرني سلوت، بينما يمتلك أستون فيلا 18 نقطة بجدول المسابقة.
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في 7:30 مساء غد على ملعب أميكس. معقل فريق برايتون في إطار منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى مانشستر سيتي للفوز بالمباراة من أجل مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة البريمير ليج بعد حصاده ل 23 نقطة، بينما يمتلك برايتون 16 نقطة بجدول المسابقة. ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره أوساسونا في 3 عصرا غدا ضمن منافسات الأسبوع 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويحتل النادي الملكي المركز الثاني في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وتسعى كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الغريم التقليدي برشلونة متصدر الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك أوساسونا 21 نقطة في جدول المسابقة. ختم النشرة، هذا تذكير بأبرز أهم عناوينها. أكثر من 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، 17 منهم شمالي القطاع. قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون في قمة بودابست تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية. الكريملين يؤكد استعداد بوتين لمناقشة ملف أوكرانيا مع ترامب دون تغيير أهداف موسكو في كييف. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الزميلة نضر رضا وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.